بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة، وبنجدد معاكم العروض يا جماعة. النهاردة راجع لكم بعرض نعيتين والدين وعشرة يا جماعة. صلوا على سيدنا النبي ودعمونا بلايك وشجعونا يا جماعة، عشان كل يوم ان شاء الله نقدر كده نقدم لكم عروض فواخر وحاجات حلوة. مقدم لنا العرض ده ابو معتز يا جماعة من محافظة جنة المحافظة نفسها، الحج ابو معتز يا جماعة من محافظة جنة نفسها المحافظة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، دي اول نعية معانا يا جماعة، عشر 3 شهور ونص، وتحتيها ذكر وانتايا، عيالها اللي جنبيها دي الذكر اللي هو في قرون، والنتايا القرعة دي يا جماعة الحلوة دي، وعشر 3 شهور ونص. دي اول نعية معانا في العرض. نقوله رقم تليفون الحج ابو معتز يا جماعة، اهو الرقم ظاهر على الشاشة، وبرضو هنقوله بالصوت 010-30-34-15-91 010-30-34-15-91 ده رقم الحج ابو معتز للتواصل يا جماعة. اي حد عايزهم منه النعيتين دولة يتواصل على الرقم دي، وان شاء الله ربنا يوفقكم مع بعضكم. دي اول نعية معانا يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، نعية كليبي اصلي، وتحتيها ذكر وانتاية، وعشر 3 شهور ونص. والسعر معانا النهاردة يا جماعة تحطيم اسعار، نعية عشر 3 شهور ونص يا جماعة، وتحتيها ذكر وانتاية، ونعية تاني تحتيها ذكرين، وعشر برضو 3 شهور ونص. ادي يا جماعة البرديس الحر البيور، زهرة الفول يا جماعة، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ادي النعية اللي قدامنا دي اللي من هناك يا جماعة، تحتيها اهي عشر 3 شهور ونص، وتحتيها ذكرين يا جماعة، اهي بسم الله ما شاء الله، نوارة الفول يا جماعة. ادي البرديس الحر البيور، بسم الله ما شاء الله عليها تبارك الله. ادي يا جماعة نوارة الفول وزهرة الفول زي ما بيقولوا، حاجة جميلة وحاجة طيبة، تحتيها ذكرين اللي هم عيالها السود دول يا جماعة، وعشر 3 شهور ونص، وعشر 3 شهور ونص، حاجة طيبة وحاجة فاخر يا جماعة. هنا المكسب يا جماعة، ركزوا معانا يا جماعة، هنا المكسب. انت واخد كل نعية تحتيها 2 وعشر عليهم 3 شهور ونص، يعني ان شاء الله ربنا يكرمك بالكثير خالص. هما مش هيكملوا الشهرين بإذن الله، لأني أدي شايفين يا جماعة البطن بتاع العشر نزلت، البطن لما بتنزل في العشر فبتبقى خلاص يعني إيه، دخلت في الشهر بتاعها يعني. أدي بسم الله ما شاء الله، هنا المكسب يا جماعة، وهنا رأس المال ودورة رأس المال تزيد معاك، لأني بعد شهر ونص لو ربنا كرمك منها بخلفها، الخلف ده يا جماعة ده رزقك، وطبعا تحتيها الذكرين، او واحدة تحتيها ذكرين واحدة تحتيها ذكر، وانت يا ربنا يكرمك فيهم. وادي برضو يعني ايه، يبقى معاك 3 خرفان ويبقى معاك 3 نعاج غير اللي هيجي لك وربنا يكرمك بيه. بكام مقدم لنا العرض ده يا جماعة ابو معتز الراجل المحترم، وتحيات قناة المزرعة ليه؟ العرض ده يا جماعة ب26500 جنيه فقط يا جماعة، ب26500 جنيه. انت لو حسبت او جبتها، حتى لو رحت جبتها من السوق النعية، ان هي تكون عشر 3 شهور ونص وتحتيها ذكرين، مش هيجيبها اقل من 18 او 17 الف. دي الاسعار اللي انا بشوفها في السوق يا جماعة، يعني دي الاسعار اللي دايرة في السوق، لما بتبقى حتى على كديها بتبقى ب15 الف. لا النهاردة معاك نعية 13 ونص ومعاك نعية ب13 الف، واحدة تحتيها ذكرين واحدة تحتيها ذكر وانتاية، والعشر يعني هو بيقول لي في واحدة عشرة يعني من 3 شهور ونص ل4 شهور كمان، يعني هي اللي قدامنا دي يا جماعة باينة البطن نازلة يا جماعة، يعني حاجة طيبة. وبسم الله ما شاء الله، وتحياتنا لأبو معتز، وإن شاء الله يا جماعة يبقى في عروض على طول من الحج أبو معتز. تحيات قناة المزرعة ليه، واي حد يا جماعه عايز يعرض على قناه المزرعه احنا تحت امره. نقول رقم التليفون 010-15-420-713، ده رقم القناه، صور لي فيديو بعرض التليفون وبعته لي على الواتس وانا بنزله لك ان شاء الله. هذا يا جماعه العرض بتاعنا، بسم الله ما شاء الله، حاجه طيبه وحاجه حلوه. اللهم صل على النبي، اللهم بارك. نعيتين عشاير 3 شهور ونص يا جماعة، وفيهم واحدة ممكن توصل 4 شهور، وتحتيهم خلفهم 4.
ادي هنا لقمة العيش، وادي هنا المكسب، وادي هنا الناس اللي عايزة يعني عايزة ده الربح السريع يعني. بسم الله ما شاء الله، وبالحلال، وربنا يرزقنا وإياكم بالحلال إن شاء الله. أما يا جماعة بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وبرضو يا جماعة لو حد مثلا عايزني أنا أشحنهم له معاه في أي مكان، أي حد عايزهم في أي مكان يتواصل معايا، وأنا إن شاء الله يعني إيه ممكن أحملهم لك في أي عربية بإذن الله، يعني عن قريب بإذن الله. رقم 010-15-420-713. بس يا جماعة طبعا يعني الراجل، أنا بعت لي فيديو، أنا من محافظة أسوان والراجل من محافظة قنا. طبعا ما فيش أحسن من المعاينة، إنك أنت تنزل وتروح وتشوف وتعاين بنفسك. الرايل هو لو في حاجة أو في أي حاجة في أي حاجة بيقول لنا عليها، بس الرايل طبعا دي بهايم طيبة وبهايم كلها خير. بس أنا بوريك بقول لك اللي حاصل، يعني إنك أنت لما تنزل وتعاين بنفسك ده بيبقى أفضل. لا أنت عايز تشحنهم، إن على أبو معتز وإن شاء الله يوصلهم لك لو أنت قريب منه. لو انت مثلا بعيد عنه شوية رن علي يا باشا وانا بشحنهم لك لغاية مكانك. بس يا جماعة طبعا بعد التحويل، بعد التحويل ادي بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر، مال طيب ومال فاخر يا جماعة، وحياة يعني مصروف عليها يعني ما شاء الله عليهم. نعيتين عشاير يا جماعة، 3 شهور ونص، فيهم واحدة ممكن تحصل 4 شهور، واحدة تحتيها بكر ونتاية، وواحدة تحتيها بكرين اللي هي البرديسة يا جماعة اللي تحتيها البكرين السود، والتانية تحتيها البكر والنتاية. الأعمار يا جماعة يطلعوا من 4 شهور ل5 شهور، اللي هم أعمار الخلف بتاع كلهم يعني. فيهم حيات ممكن تحصل 4 شهور، وفيهم حيات تحصل 5 شهور، والعشر 3 شهور ونص. طبعا النعي يا جماعة بتعشر يعني بعد المواليد يعني بشهر أو 40 يوم، يعني حاجة طيبة وحاجة بسم الله ما شاء الله تبارك الله. سيبنا لكم كل التفاصيل يا جماعة، والمعاينة خير دليل. لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بلايك، وشجعنا ان احنا نقدم لك كل يوم محتوى طيب ومحتوى هادف زي كده، وحياة انت تستفاد منها. ونسيبكم مع الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.